أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأس اللاعب، تخليداً لذكراه ولسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية. يأتي ذلك في إطار تقدير الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين وأبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.